طيب تمام، احنا اللي عايزين نوصل له من ده ده الاستراكشر لاين. انا محتاج اكتب كويري هنا اللي انا عايز انفذه. الاكزامبل اللي انا عايز اعمله المره دي ان انا كرييت التيبل اللي انا هبدا اشتغل عليه، بس كرييت التيبل اللي انا عايز اشتغل ايه اللي انا عايز اشتغل عليه، مش اكتر من كده. يعني اكني هديفاين فانكشن بتكرييت التيبل اللي انا عايز اشتغل عليه. تمام، دي الفانكشن بتاعتي اللي فيها شويه الشغل دي. تمام كويس جدا. انا محتاج اكريت التيبل ده ليه امر عندنا في الماي سيكوال خلاص او في الاس كيو. الاول انا لازم اقول له ككويري اولاني اقول له دروب تيبل اف اكزيست. تمام، اللي اسمه امبليت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اولا لو كان الجدول معمول، لو كان الجدول معمول انا هرمي الجدول، لان المفترض ان الفانكشن دي بتكريت التيبل من الاول، بتكريت التيبل من الاول. تمام، فلو كان التيبل في الاصل موجود انا هحذفه. لو كان التيبل في الاصل موجود انا ايه، انا هحذفه. تمام كده، ده مبدئيا. ده امر، ده الكوير الاول. كويري تاني ان انا كريت التيبل ذات نفسه. انا عايز اكريت بعد ما اعمل كده، انا عندي كويري تاني ان انا كريت التيبل ذات نفسه. الكريت التيبل ليها سينتاكس هنتعرف عليه، ليه كتابه، ليه امر في الماي سيكوال او في الاس كيو عموما، اسمه كريت تيبل. تمام، كريت تيبل واقول اسمه الجدول اسمه امبليت، يبقى انا بقول له عايزك تعمل لي جدول اسمه امبليت. تمام حلو جدا، وافتح كوز وابدا احط الايه المواصفات بتاعتي. انا ممكن اكتبه هنا بعد اذنكم اهو، وبعد كده اخده انقله هناك. هو المفروض الامر اسمه كريتيريت تيبل وانا هسميه امبلي، او الاسم اللي انا عايزه من اول هنا انت بتختلف. طيب وادي قوس البدايه والنهايه، انا هكريت تيبل اسمه كده. هحط في التيبل ده ايه؟ والله انا هحط مثلا اي دي، هعمل اي دي، وبعد كده بحدد نوع البيانات اللي هتتخزن في الماي سيكوال. ماي سيكوال ليها انواع، كذلك الاوركل ليها انواع، كذلك البوست جري ليها انواع، انواع بيانات زي ما عندنا مثلا الانت وعندنا الفلوت وعندنا السترنج نفس الكلام موجود في الداتابيز. تمام؟ مفهومه دي؟ فانا هاجي اقول له ايه الامبلي اي دي انا اعمله نوع اسمه كاركتر على اربعه. يعني ايه كاركتر؟ يعني خانه، واربعه يعني اربع خانات، يعني بياخد اربع خانات عباره عن ارقام او رموز او حروف. ده نوع من انواع البيانات اللي موجود في ماي سيكوال، وكذلك موجود في اوراكل، وكذلك موجود في ماي سيكوال سيرفر، وكذلك موجود يعني في اغلب الداتابيزز. الكلمه دي مشهوره تشار او كاركتر، اختار كلمه كاركتر دي معناها فور ديجيتس، اربع ديجيتس، كل ديجيت بيشيل يا اما رقم يا حرف يا رمز. تمام كده؟ اما اجي اكتب جنبها كلمه نوت نل، معناه ان الاي دي ما ينفعش يتساب فاضي، رقم الموظف ما ينفعش يتساب فاضي. خد بالك الاوامر دي ما كناش نعرف نعملها في الداتابيز الثانيه ولا في الفايلز، كنتش اقدر احدد نوع البيانات. كانت عمليه مفتوحه، احط اي حاجه تنزل، احط اي حجم، اربع خانات، خمسه، 10، 20، يضرب، ما فيش مشكله. المره دي لا، في هنا بقى ريستريكشن شويه. نوت نال اقول له المفروض ما يتسابش فاضي، لو اتساب فاضي الامر هيضرب، مش هيقبل. فانا هنا بقول له بقى جوه الداتابيز نوت نال ما ينفعش يتساب فاضي خلاص. تمام، ما ينفعش يتساب ايه؟ ما ينفعش يتساب فاضي. وممكن اكتب امر كمان شهير اسمه برايمري كي، امر شهير اسمه برايمري كي. والامر البرايمري كي دي معناه ان الاي دي ده هيصلح فيما بعد ان احنا نستخدمه ان هو يربط ما بين جدول ده وجداول ثانيه او جداول اخرى، هيبقى هو ده المفتاح الرئيسي اللي بقدر اربط بيه اكتر من تيبل مع بعض واعمل ريليشن شيبس او علاقات او كلام زي كده. تمام؟ دي معنى كلمه برايمري، وفي نفس الوقت ليها معنى ثاني ان ده بقى يونيك. الاي دي بقى يونيك، يعني ايه يونيك؟ يعني ما ينفعش يتكرر. يعني ما ينفعش اثنين ياخدوا رقم واحد او اثنين ياخدوا رقم اثنين، ما ينفعش. يعني مثلا انت بتقول اربع خانات، فانا مدي واحد 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 اربع وحيد، ما ينفعش حد تاني يجي في التيبل ده باربع وحيد تاني. دي معنى كلمه برايمري كي.
كل الريستريكشنز دي ما كانتش موجوده عندنا في اي حاجه تانيه جديده. كل دوت من اول ما احنا اشتغلنا في الريليشنال داتابيز والماي سيكوال بدانا يبقى عندنا امكانيات في الداتابيز تتحكم في حجم البيانات، في نوع البيانات اللي بيخش، في هل هي تبقى فاضيه ولا مش فاضيه، متكرره مش متكرره، هل اقدر اربط في جداول تاني ولا ما اقدرش. كل الحاجات دي جديده علينا. تمام؟ طيب اي دي كاركتر 4 نوت نال برايمري، احط بعد كده النيم اسم الموظف، اسم الموظف هعمله حاجه اسمها فار كاركتر زي كاركتر بس عملت فار كاركتر قبليها عشان يديني خاصيه واحده اسمها خاصيه الاستريتشنج. ايه خاصيه الاستريتش دي؟ ان فوق انا قايل له الاي دي 4 خانات، خلاص هو الاي دي كل الناس 4 خانات. لو جيت كتبت لواحد 3 خانات او جيت كتبت لواحد خانتين هو برده بيحسبها في الميموري 4 خانات، خلاص زي كده ما كل الموظفين واخدين اي دي حجم ثابت. لما اجي اقول النيم مثلا بار كاركتر على 50 معناها ان الماكس 50، الماكس لينث 50 كاركتر 50 ديجيت. لكن لو جينا استخدمنا واحد 40 ديجيت مش مشكله، 30 ديجيت مش مشكله، يعني يحصل ستريتشنج في البيانات ما يقعدش حاجز ال 50. لو كتبت واحد اسمه عادل 4 حروف يبقى حاجز ال 50، لا مش هينفع. هنا بقول له ستريتش يعني على حسب حجم البيانات، واحد 4 خانات خلاص خد من السايز 4 خانات. بس اخرك 50. غير خالص لما اجي اقول له كاركتر 4 معناها ان هم يعني زي ما تقول هنا ستاتيك لينث، حجم ثابت من اللينث، هم 4 خانات 4 ديجيتس ما تقدرش تزود عندهم، ولو قللت هو برده بياخد الاربع خانات ثابتين. تمام؟ عشان كده بسميه ستاتيك لينث. فالنيم انا قلت فار كاركتر على 50، ممكن احط جنبيه نوت نال، ما ينفعش حد يبقى موظف عندي انا مالوش اسم، انا النوت نال ما ينفعش يتساب فاضي. لو ساب فاضي الداتا بيس تضرب، من انواع الاخطاء اللي هنتكلم عليها. الداتا بيس لا تسمح ان الاسم يجي فاضي، الموظف مش عارفين اسمه ما ينفعش. تمام؟ ده النيم. ونحط كمان الجوب الوظيفه، وده برضو عشان هيبقى تكس فاقول له فار كاركتر مثلا برضو على 50 حرف مش مشكله. وبرضو ممكن اقول له نوت نال، ما ينفعش تساب وظيفته فاضيه، لا ممكن نقول ماشي وليكن وظيفه فاضيه مش مشكله. والسالري السالري طبعا السبيسنج والكلام ده كله ما بيفرقش خالص في الداتابيز عندنا في الماي سيكوال ولا في الاس كيو ال، ما بيفرقش. على عكس طبعا البايثون والكلام ده بتفرق حاجات، لان يعني ما عندناش اي فروق اصلا من اي نوع. الامر زي ما انت عايز. تمام؟ السالري رقم ممكن يكون فيه كسور، فهنختار نوع اسمه ديسيمال. والديسيمال معناه ان رقم كسري يعني. زي الفلوت، زي الدبل، كلها كلمات بس مستويات مختلفة من الدقة. ممكن نقول مثلا ايه؟ 7.2. 7.2 معناها انه هياخد 7 خانات منهم 2 10. يعني أقصى رقم ممكن يتكتب كام؟ 5 خانات صحيح وخانتين 10. دي معنى الايه؟ 7.2 يعني. يعني آخرنا كام؟ 9 9 9 9 9 9 9. ده أكبر رقم ممكن يتكتب. يعني كام؟ 99,999. 99 من ايه؟ كسر. ده معنى اللي انا كتبته دلوقتي ده. او ده الليمت اللي انا حطيته في الارقام دلوقتي. طبعا ممكن نحط حاجات اكتر من كده وتفاصيل اكتر من كده وقيود اكتر من كده. ان شاء الله بالنسبه للناس اللي عايزه تتعمق في الحته بتاعت الداتابيز والماي سيكول ممكن ابعت لكم كورس مسجل عن الماي سيكول، اللي عايز يتعمق بقى في الاوامر والشغل بتاع الماي سيكول والريليشنال داتابيز والكلام ده كله يستفيد منه. على المهم ده الامر بتاع كرييت للامبلوي تيبل، هو نفس الامر انا عايز انفذه، بس مش عايز انفذه انا بالماي سيكول على طول، لا انا عايز اخلي البايثون هو اللي ينفذه. فلو رجعت للاكزامبل بتاعي انا عايز الكويري 2 ده يبقى هنا، فانا هعمل بيست. عملت بيست بس. تمام؟ نفس الامر اللي انا كنت كاتبه هناك خدت كوبي بيست، بس عشان انا اخليه ينفع انا اعمل كده بس. صح ولا ايه؟ كده بس. احط بس الشرطه دي في الاخر عشان افهمه ان انا لسه بكمل. اكريت تيبل ان في لسه بكمل. وك
وكملت الامر ولسه بكمل لسه بكمل لسه بكمل لسه بكمل، خلصت. فعرف ان ده كلها على بعضها هي ايه؟ سط، يعني دبل ما بين دبل كوتيشن واحده من اولها ودي اخرها. ودي معناها انا بكمل. انا بكمل انا بكمل انا بكمل انا بكمل بس. كده كونت الامر. عايز انفذ؟ اقول له بقى نفذ لي الكويري الاول مش مشكله، عشان لو كان موجود يتمسح. نفذ لي الكويري الثاني، نفذ لي الكويري الثالث، نفذ لي الكويري العاشر زي ما انا عايز. هعمل بس برنت، اقول له الامبلي تيبل كلير، طبعا لو بتمسح ان كرييتد بس مجرد مسج كده ان الجدول اتمسح واتنضف والكارت نار جديد وكل حاجه، عشان الدروب لو كان موجود بيتحذف، لو مش موجود بكريته. انت ليه مكتوب غلط؟ مش كانت الفول بس انا. طب يبقى كده الفانكشن اسمها كرييت اند تيبل دي دلوقتي فانكشن تجريبي. في الغالب في الغالب احنا ما بنعملش الامر ده جوه البايثون، في الغالب بيبقى داتابيس كرييتد اصلا متكريته وكل تمام والدنيا زي الفل. لكن لو انت عايز تكريتها موجوده برضو الامر موجود شغال. وادي الامرين الكويريين اللي عملتهم، الواحد بيحذف الجدول لو كان موجود والثاني بيكريته من اول وجديد. ونفذتهم كرسل اكزكيوت ده اكزكيوت ده وبرنت لي ان الدنيا تمام واقفل الكوليشن. لو انا عايز انفذ الامر ده واشوف الفانكشن دي شغاله ولا لا هرد عليها بس، يعني هقول له كرييت الامب تيبل وهروح اعمل رن. قال الامبلي تيبل كرييتد اند كليرد اند كرييتد سكسسفول. كونكشن سكسسفول دي جايه من الكونكشن احنا اللي سايبينها هنا. طب اتاكد روح على الداتابيس واتاكد ان التيبل ده اتكريت، يعني روح على الداتابيس بتاعتك ادي من شو ماي ادمن على باي دي بي، لقيت ان في والله تيبل اهو، تيبل اسمه امبلوي صح؟ فدخلت عليه هلاقي فيه الاي دي وفي النيم وفي الجوب وفي السالري. لو عايز اشوف الاستراكشر بتاعه اهو، هنا الاي دي وجنبيه كلمه برايمري كي وده كاركتر على 4 والنيم وده فار كاركتر على 50 والجوب وده فار كاركتر على 50 والسر وده ديسمال 7 منهم 12 والاي دي والنيم مكتوب قدامهم نان نان في الديفولت، ما فيش اي ديفولت لكن اسف في النل مكتوب نو نو، ما ينفعش يتساب نل ما ينفعش يتساب نل. الجوب والسالري مكتوب يس يس، يعني ممكن يتسابوا فاضي. يعني يعني كل اللي احنا وصفناه هناك اترجم هنا، بس انا مش عايز ادخلك هنا، انا عايز اقول لك احنا بنشتغل من هناك بس ببص. يبقى الفانكشن بتاعتنا اللي هي بتكريت الامب تيبل او الامبلوي تيبل شغاله 100 100، وعرفنا ازاي بنكتب الاوامر بتاعت الماي سيكوال. يعني انت اتعلمت بقى اس كيو ال، هتقدر تنفذ اي امر اس كيو ال هنا تشتغل عليه. الاوامر المهمه قوي في الاس كيو ال ازاي تنسيرت داتا تعدل تضيف، ازاي تابديت الداتا تعدل بيانات، ازاي تديليت الداتا تحذف بيانات، ازاي تسلكت وتجيب بقى الشغل كله بقى ازاي تجيب وتحسن انك تجيب البيانات والكلام. السؤال بيقول يعني ليه اقسم البيانات في جدول في اكتر من جدول في مش عارف ايه واقسم ازاي والاستراكشر بتاع الداتابيز. ده شغل تاني خالص غير الحته اللي احنا بنفوكس عليها دلوقتي اللي هي البايثون مع الداتابيز. لا انت بتتكلم داتابيز بس، انا عايز اعرف الاستراكشر بتاعها بتشتغل ازاي والاوامر بتاعتها كلها بالتفصيل والكلام ده كله. الحته دي طبعا حته مفصله وطويله تمام، تاخد لها كورس لوحديها ان شاء الله. هبعت للناس اللي متواصله معايا الكورس كله يخشوا عليه ويشوفوا الاوامر دي بالتفصيل وازاي الاستراكشر بيشتغل وازاي الكلام ده كله. لكن احنا دلوقتي مش هنبقى مركزين على ده لان مش هو موضوعنا، ان الموضوع ده هياخدنا في اتجاه تاني. وفي نفس الوقت احنا بنتعامل مع عدد في الكورس بنتعامل مع داتابيزز كتير، بنتعامل مع ماي سيكول ده ريليشنال داتابيز هي والبوست جري والماي والاوريكل والكلام ده كله ميه واحده. لكن في عندنا مثلا اخذنا الفاير بيز دي دوكيمنت داتا بيز ليها ستراكشر تاني، وما ينفعش نظم واسلوب الديزاين بتاع اللي بيشتغل مع الماي سيكول ما بيشتغلش مع الدوكيمنت داتا بيز او وهكذا. ففي انواع في الداتا بيز وفي تفصيلات وفي يعني ستراكشرز مختلفه، فعشان نهرب من ده كله مش موضوعنا. لكن انت اتعرف على الاوامر وبص مش هتخسر حاجه، وانا هبعت لكم الكورس اللي تتعلموا منه. لكن
هنا احنا بس بنفوكس على حته بسيطه جدا، ازاي نتعامل مع البيانات بتاعت ماي سيكوال من خلال البايثون. طب خلاص حلو، طب انا هشتغل في الاريا دي بعينها. لسه في شغل بقى. لو انا خلاص ركزت ان انا هشتغل في واحد، لا انا هشتغل في بوست جريد، واحد يقول لي لا انا هشتغل على المونجو مثلا، هشتغل لا هشتغل على اورينت داتابيس، انا لا هشتغل. كل واحد بقى بيختار اتجاه ويبدا بقى يخش فيه ويتعمق. لكن احنا دلوقتي بس كل البايثون بيتعامل زي مع البيانات، سي اس بي، اكس ام ال، جيسون، ريست فول اي بي اي، فاير بيز، ماي سيكوال. اديني فكره عامه عن كل التعامل مع البيانات ماشي ازاي. تمام. واحد اشتغل في شركه، واحد اشتغل في شركه شغال على ماي سيكوال، خلاص هو هيشتغل مع الشركه وهيركز معاها. واحد تاني اشتغل في شركه تانية شغاله مثلا على بوست جري، خلاص هو شغال بس. واحد تاني شغال الى اخره. واحد تاني هدفه ان هو يوصل لحاجه معينه، الحاجه المعينه دي شغاله على كذا، خلاص هو بيركز في الحته دي الى اخره. فالهدف بتاعك هو اللي بيحدد لك انت هتركز فين. لكن لازم تكون عارف دي زي بحيث تتنقل مع البيانات ما عندكش مشكله. في حاجات هنا بتسمى قريبه من بعض وبتكمل بعضها. تيجي تعمل بروجكت كبير بتكمل بعضها، يعني في عندك الداتابيس بتاعتك، في عندك بروجكت بشكل معين، في عندك كونكشن على ريست فول اي بي اي بشكل معين، عندك مش عارف ايه، عندك حاجات كتير جدا بتتجمع مع بعض. لكن في حاجات بدائل. يعني ايه في حاجات بدائل؟ يعني انا في بعمل سيستم جديد هشتغله مثلا ماي سيكول، خلاص مش هشتغله ماي سيكول وبوست جري في نفس الوقت الا لو في حاله نادره فيها حاجه زي كده. لكن هو دي هي دي، يعني في الاخر انا دي اللي هتقدمه لي، هي دي اللي هتقدمه لي. في الحالات دي ما بين ايه؟ ما بنخشش في البدائل دي. خلاص انا باخد بديل واحد واشتغل عليه، مش هقعد انا اشغل بالي بمليون بديل. انا ريكويستس مثلا بتكلمني الاي بي اي مثلا، لما اخدناها قبل كده، خلاص انا اشتغلت بالريكويستس خلاص. هتقول لي بس في حاجه ثانيه، اقول لك خلاص اشتغل بحاجه ثانيه، اشتغل بحاجه ثالثه، بس في الاخر هم كلهم بيعملوا نفس الموضوع، فانا هشتغل بواحده فيهم طالما ان في بدائل، فانا في الاخر باخد بديل واحد بشتغل بيه.